والله يا جماعة، يعني الواحد ما بقاش عارف يلاقيها منين ولا منين. بأمانة ربنا الدنيا بقت صعبة. الواحد كان قاعد ساكت وفي حاله كده، واخد جنب وقال يسيب الناس في حالها، يمكن تتلم، بس الظاهر كده إن مفيش فايدة. اسمي الحقيقي ديانا، أو سلسلة هو عشان الناس تعرف، بس قدالها دندوشة. احنا شايفين كل حاجة، انت مش حرمانة من حاجة أصلا. فدي يا جماعة الأخت ديانا والدلع دندوشة، حاجة كده بسم الله تبارك الرحمن، الكاريزما طاغية والقبول منعدم خالص. هنا دندوش حبيبتي هنا كانت في الكباني، فجأة طلعت فجأة على سهوة، سلتت نفسها قدام الكادر في تصوير وفي ليل، فما لحقتش تظبط نفسها حبيبتي، فأنا التمس لها العذر. شكلي مدندشة ولابسة بقى فاهم وكده، فكله يقول انتي دندوشة قوي في نفسك. كله إلا الكذب يا دندوشة، ما نكذبش على جمهورنا أبدا. لابسة إيه؟ لابسة إيه ده؟ أنت لابسة في حيطة. لابسة إيه يا ماما حبيبتي؟ الدنيا عندك كابورليه خالص، قلبت سينما صيفي. فبلاش قلة أدب وما نكذبش على الصبح بعد إذنك. ده أنت مش دندوشة، ده أنت مروشة حبيبتي. الباور عندها عالي مش طبيعي، تقريبا في فرد أرضي عندها ملمسة، ما أنت فاهم، فمش مظبوطة. مع اللوك كامل، الشوز، الباج، كل الكلام ده، وطبعا بتختلف سمر عن وينتر. اللهم صلي على كامل النور، يعني شوز وباج وسمر وينتر، يعني إيه الكوليكشن الجميل ده؟ إيه الحلاوة؟ إيه الصرف باين هنا يا جماعة في الثقافة؟ واضح واضح الموضوع، واضح في كورسات كتير خدتها. هنا دندوش عند عم حناكه في ورشه السباكه، وجايه تبهرنا احنا بقى، ده شغل بلاد بره، ده مش موجود عندنا. بلاش ميك اب لو حاجه مش ضروريه، يعني انا هو بلوجر والله العظيم ما بحطش اي ميك اب. مصدقينك يا حبيبتي من غير حلفان، هنا يا جماعه الاخت دندوشه مش حاطه ميك اب خالص، تقريبا قلبت الميك اب هي اللي حاطت دندوشه وقفلت عليها جوه. فتسلم ايد النقاش اللي قفل وشطب، فينشنج رائع حاجه ولا اروع، ايده تتلف في حديد. اه والله ربنا يبارك له، يعني بس انا شويه كرانيش كده وروح نستلم على المفتاح. ان الناس بتخفر ايد الالوان المترقعه دي، ايه الحاجات اللي بتعمليها دي؟ دندوشه زي ما قلت لك فعلا. دندوشه ماشيه بمبدا اهتم بالواني اكثر من احزاني. اه والله اختارت هنا باليتة الوان صيفي ترقعها في وشها حاجه ولا اجمل ولا اروع، تشوفها انا بتهج، نحس ان الدنيا لسه بخير. وخلونا نشرح للناس الجاهله اللي مالهمش في الفاشن وفي الترقيه والالوان، نقول لهم نعرفهم هي صرفه قد ايه وعامله ايه في وشها. هنا حبيبتي هي ضاربه شويه اصفر بسبوسي على خدها مع شويه ازرق مسخسخ فوق عينيها، فالاتنين عاملين ميكسنج مع بعض مدينا الاصفر الاسهالي الجميل في الاخر، مع شويه بامبا مرقع على شفايفها والبتاع ابو ترتر اللي هي مش لابساه خالص. فحاله هي عامله حاله جميله للشعب المصري، حاجه مبهجه. الاوت فيت ده هو المفروض يعني بيبقى دريس بس لوحده سيمبل. اوت فيت قصدك اوت زفت، معلش بقى يعني سامحيني يا اختي ده انا ساكت ومستحمل من الصبح بعد اذنك. سيمبل ايه؟ دريس ايه اللي سيمبل بالظبط؟ فهمينا كميه البهرجه واللعلطه اللي ضاربه في وشك والعواكس، ده انت عميتينا يا شيخ، مش عارفين نبص في وشك. دريس ايه اللي سيمبل؟ ده عند ابو سيمبل، ما نضحكش على بعض يا جماعه بعد اذنكم، بس ان جينا للحق بامانه يعني هو الدريس فعلا لوحده زي ما هي بتقول، هو تقريبا نزل يجيب حاجه من تحت وما طلعش، علق فما عرفش يطلع ياخد مكانه تاني فوق. طور البراندات عالميه اكتر، يعني طموحي ان انا اطلع بره. الله ينور عليك يا بنت الناس، انت مكانك بره مش هنا، مش وسطينا، ولا انا ما شفتك قلت كده على طول، هنا ده وقتك وعمرك على الفاضي. الولا سيد ابن خالتك هنا هيقرفك في عيشتك، ولا كل ما اشوفك هيقول لك غطش شعرك عشان ما تجيش تشربي شاي، وهيقرفك هيكتف طموحاتك، وانت طموحاتك عايزه تنطلق، فاطلعي انطلقي بره، ربنا يكرمك ان شاء الله. وجات ناس 60 لا تاخدنا كلنا الا دندوشه.